أكد وزير الداخلية مجدي عبد الغفار أن الحرص على مصالح المواطنين والتعاون معهم هدف أساسي لأجهزة الوزارة. وخلال اجتماعه بمدير أمن القاهرة ومدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، وجه عبد الغفار بضرورة تكثيف الطاقات وتوحيد القدرات لمواجهة المشكلة المرورية حرصا على مصالح المواطنين، ومشددا على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية والتعامل الفوري مع أي معوقات مرورية محتملة لضمان عدم غلق الطرق، فضلا عن التعامل بحسم مع مختلف المخالفات المرورية في إطار الالتزام الكامل بالقانون.